راح أحاول أشرح الـ TCP/IP موديل. فأول إشي إحنا في الأبل إحنا عند يعني هذا أعلى layer اللي هو الأبليكيشن إحنا منكون فيه، لأنه إحنا بنتعامل مع الويب براوزر الـ HTTP والإيميل، ونتعامل مع أي أبليكيشن، و different types of applications هم يعني مثلا كل هدول ممكن يكونوا أشياء إحنا نستخدمها. أوكي، أي ويب سايت، أي إشي. أوكي، بعدين عنا هلأ إحنا مثلا بدنا نيجي نبعت مسج لحدا. أوكي، بدنا نبعت إيميل، بدنا نستخدم الإيميل. alright، فإيش بنسوي؟ بنبعت مسج، فهون عنا داتا. طيب، بعدين الداتا هاي بتروح لعند الترانسبورت لاير. طيب، الترانسبورت لاير بيستخدم بروتوكول، مثلا عنا TCP وعنا UDP. مثلا الايميل مثلا بيستخدم TCP بروتوكول، يعني هون عنا TCP بورت، والبورت نمبر حيكون 50 لانه عنا الميل بورت نمبر 50. طيب، فكل إشي عنده نمبر، يعني هذا النمبر بس بحكي إنه إحنا هلأ بدنا نبعت إيميل. أوكي، هذا الترانسبورت لير. طيب، فإحنا أول إشي بيكون عندنا داتا، الترانسبورت لير بضيف زي هيدر، والهيدر هذا بيكون بيحمل السورس والديستنيشن بورت نمبر. طيب، بعدين عنا السيكونس نمبر كمان، يعني في هاي بضيف شوية انفورميشن للترانسبورت لير. اوكي، بعدين بنروح لعند النتورك لير. اوكي، اول اشي بيكون عنا داتا، بعدين بصير عنا سيجمنت لما نضيف عليها الهيدر تبع البروتوكول نمبر، قصدي البورت نمبر، بصير عنا سيجمنت. بعدين بتروح للنتورك باكيت، منضيف IP header. الاي بي هون الاي بي ادرس، لانه كل داتا بنعمل لها sending لازم تعرف بالضبط وين هاي الداتا رايحه. طيب، فالاي بي ادرس السورس والديستنيشن اي بي ادرس بنضاف على النتورك لاير. اوكي، يعني لو انا هلا مثلا اجيت بدي اتبصبص على النتورك حلاقي انها كلها عباره عن اي بي ادريسز. طيب، يعني مثلا لو نشوف هنا مثلا الواير شارك بشوف الباكتس اللي they are sent. اوكي، الباكت احنا قلنا انه هنا عندنا سيجمنت، صح؟ بعدين بصير عندنا باكت. هاي الباكت انا اذا اجيت بدي استخدم مثلا الواير شارك ابلكيشن راح اقدر اشوف الباكتس، وهاي هي الباكت، فيها السورس اي بي وفيها الديستنيشن اي بي وفيها البروتوكول مثلا TCP او ال HTTP، وهاي اللينك تبع الداتا، وهون الانفورميشن، يعني بس from مثلا هاي بورت 80 مثلا بتتعامل مع الانترنت. اوكي، وهاي عندنا السيكونس نمبر والاكنولجمنت، وهاي كلها هاي الاشياء بالنتورك لاير، وهاي بنسميها باكيتس، داتا باكيتس. alright، بعدين عنا الداتا لينك. الداتا لينك بتضيف الماك ادرس اللي هو الفيزيكال ادرس، الماك ادرس، لانه طبعا يعني الداتا لازم تعرف اي جهاز لازم تروح له، مش بس اي نتورك يعني وين تروح، لازم كمان تعرف انه اي جهاز بالضبط لازم توصل له. فلما نوصل للديتا لينك بيصير عندنا فريم، هنا بيكون عندنا باكت، بعدين بيصير عندنا فريم. بيكون الفريم بيضيف هيدر، بنسمي الهيدر ايثرنت تريلر، وهذا بيحمل الديستنيشن والسورس ماك ادرس، وبرضه بيكون عندنا ايرور تشيك باخر المسج، اخر الفريم بيكون مضاف له التشيكسم او الايرور تشيكر، يعني مثلا ممكن يكون الايرور تشيكر تشيكسم او اي نوع من ايرور تشيك. اوكي، بعدين
الفيزيكال بيعمل بعدين الفيزيكال اوكي مثلا هون الواير عندنا مثلا واير بتمشي عليه الداتا وبتروح لعند الكمبيوتر الثاني اوكي الكمبيوتر الثاني بياخذ الداتا بيقول خليني اشوف التشيكسم هل في ايرور يعني بيسوي انسبكت للفريم وبيشوف هل الماك ادرس هو الماك ادرس تبعي انا يعني الكمبيوتر بيصير يفحص الماك ادرس هل هو الي انا واذا وبعدين بيسوي تشيك هل المسج فيه ايرور اذا طلع ما في ايرور بيروح ل بيروح للنتورك بعدين بيشوف انه هذا الاي بي ادرس تبعه وبعدين وهذا وبيشوف اي اوكي وبيشوف اي بورت مستعمل ايش الديستنيشن بورت فبيروح عند الترانسبورت لاير والتي سي بي مثلا وبيشوف مثلا البورت بيحكي له انه مثلا هذا ايميل اوكي فبيروح لعند ال بيروح لعند الابليكيشن والابليكيشن بيصير لعنا بوصل لعنا اوكي الابليكيشن هو اللي احنا بنتعامل معه احنا اللي بنشوفه طيب وبس